أكدت المديرية العامة للأرصاد الجوية انتشار السحب على محافظة الظاهرة والداخلية وجنوب الباطنة ومسقط وشمال وجنوب الشرقية، تتخللها بعض السحب الرعدية الممطرة. تمكن أحد زوارق شرطة عمان السلطانية يوم أمس من مساعدة قارب سياحي تعطل في عرض البحر بمنطقة الخيران في مسقط، وكان على متنه 3 أشخاص. اختتمت اليوم مسابقة الرماية بسلاح السكتون لمسافة 50 متراً المصاحبة لفعاليات مهرجان التراث الثالث بولاية سدح، والتي استمرت لمدة 2 أيام. شهدت رمال الشرقية خلال الأسابيع الأخيرة إقبالاً كبيراً من السياح الأجانب والعرب والعمانيين في ظل توافر المخيمات والمنشآت السياحية بمحافظتي شمال وجنوب الشرقية.